محطة لتعزيز ضغط الغاز بوستينغ 3 بحصر مل تدخل حيز الخدمة لمواجهة الاستنفاد الطبيعي للحقل، وهذا في الذكرى 50 لتأميم المحروقات. الوزير الأول عبد العزيز جراد عاين المحطة كما نوه بالإنجازات المحققة في القطاع. استطاعت الجزائر وبوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، حيث لم تسجل أي عملية استيراد الوقود ابتداء من شهر جويلية 2020. كذلك التحول نحو توسيع الاستهلاك غاز البترول المميع GPL، حيث تم خلال سنة 2020 تحويل 34% من حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية التي تستهلك البنزين. بوستينغ 3 يتضمن إنجاز 3 محطات ضغط جنوب شمال ووسط المنطقة للإبقاء على منصة إنتاج تقدر ب 180 مليون متر مكعب يوميا. إنه لمن دواعي سرورنا وفرحتنا أن نرى هذا الإنجاز قد تحقق جزءا كبير منه بسواعد جزائرية التي أصبحت تملك الخبرة والمهارات في إنجاز وتركيب المشاريع الكبيرة والمعقدة، مما سيسمح بالحفاظ على مستوى الإنتاج في حدود 180 مليون متر مكعب في اليوم، واسترجاع كميات إضافية من الاحتياطات تقدر ب 400 مليار متر مكعب من الغاز. حصر مل الذي يعد أكبر حقل في إفريقيا والرابع في العالم بقدرة إنتاج تقدر ب 2400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى اليوم، يرتقب أن يتدعم بمحطة ضغط إضافية ستدخل حيز الخدمة آفاق 2024.